اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده والسادسه. تحياتي في البدايه لكل اهلاويه اللي بيتابعوا معانا حلقه النهارده. كاس العالم ضرب نار، نسخه تقدر تقول عليها كده خارج التوقعات، نسخه بره المنهج. لكن الحقيقه عن ماتشات النهارده وتحديدا مواجهه السعوديه وبولندا، لازم ورغم النتيجه ورغم الخساره لازم الحقيقه نهني اشقائنا في السعوديه على منتخب عربي يفرح، على منتخب عربي تراهن عليه بقلب جامد. وما زالت بالنسبه لي ومن وجهه نظري السعوديه لديها فرصه كبيره جدا في التاهل حتى رغم الخساره من بولندا. لكن الاهم من ده ان السعوديه كشفت لي النهارده الخدعه الكبرى، الخدعه الكبرى اللي احنا تعرضنا لها وعاشت معانا لسنين طويله جدا، وهي فكره انه الاحتراف هو بوابة الكرة المصرية للعالمية. يعني فكرة انك يبقى عندك كلما زاد عدد المحترفين في الخارج وكلما ارتفع مستوى المحترفين في الخارج كانت الكرة المصرية في طريقها الوصول للعالمية. والحقيقة السعودية كسرت القاعدة دي ودمرتها تماما، بل انها نسفتها من اساسها بمنتخب من المحليين. فجأة السعودية مش بس الاشقاء في السعودية ولا مشجعين السعوديه في الدول العربيه، لكن فجاه العالم كله بمنتخب اكثر من رائع. هذا الرجل الحقيقه هيرفي رينار يستحق تحيه على مشروع نجح في خلال 3 سنوات انه يوصل لكره بالكره السعوديه للمنتخب ده. منتخب الحقيقه رغم خسارته قدام بولندا، وخد بالك سواء في مواجهه الارجنتين او في مواجهه بولندا انت بتتكلم على لاعبين كلهم بيلعبوا في الدوري السعودي في مواجهة نجوم العالم. لما أكلمك على الأرجنتين فأقول ليو ميسي وأقول باريديس وأقول لاوتارو مارتينيز وأقول دي ماريا، ولما أتكلم على منتخب بولندا فأقول تشيزني في حراسة المرمى، ليفاندوفسكي في الهجوم، ومعهم زيلينسكي ومعهم ميليك، كلهم نجوم من عار الثقيل وتجربتهم في الاحتراف تجارب أكتر من ناجحة، بل إن فيهم مجموعة من أهم اللعيبة على مستوى العالم. ورغم كده الحقيقه نجح المنتخب السعودي انه يفرض شخصيته، وبصرف النظر عن النتيجه عشان الناس تقول لي انت بتتكلم الكلام ده ازاي والناس خسرانه 2-0. كان ممكن السيناريو جدا لو سالم الدوسري سجل ركله الجزاء كان ممكن السيناريو جدا يبقى مختلف. ورغم الاخفاق في تحقيق نتيجه ايجابيه حتى بالتعادل الا انه المنتخب كان صاحب شخصيه وقادر انه يفرض كلمته ويفرض سيطرته على اوقات كبيره جدا من اللقاء، من عمر اللقاء، بل انه كان دايما هو الفعل وكانت بولندا رد الفعل. على كل الاحوال اراهن بكل قوه، وطبعا احنا في انتظار ماتش النهارده لانه ماتش النهارده بالليل بين الارجنتين والمكسيك هيرسم ويحدد ملامح المجموعه دي، هيحدد بشكل كبير جدا مين فرصه اكبر في التاهل. انتهاء مباراه النهارده بالتعادل يصب بالتاكيد في مصلحة المنتخب السعودي، وأملي كل الأمل إن السعودية والأشقاء في مواجهتهم الأخيرة أمام المكسيك يقدروا يحسموها ويبقى زي ما بنقول كده بيدي لا بيد عمر. لكن في النهاية المنتخبات العربية بشكل عام باستثناء قطر الحقيقة اللي يمكن أحمل في مسؤولية خروجه من المونديال لمديره الفني فيليكس سانشيز اللي أخفق في إدارة أو في إظهار على الأقل إمكانيات المنتخب القطري اللي إحنا نعرفها عنه. منتخب الحقيقة تم اعداده وخد فرصه كبيره جدا في احتكاكات على اعلى مستوى، منتخب بيضم عناصر مميزه بشكل كبير جدا، لكن من وجهه نظري كانت الاداره الفنيه هي العامل الاساسي في عدم قدرته على مواصله المشوار. تونس بتحافظ على امل ضعيف جدا، والمغرب منتخب من البدايه قلت املي فيه كبير، منتخب قدر يتعادل مع كرواتيا وصيف النسخه الاخيره من كاس العالم، منتخب برضه مدجج بالنجوم. منتخب المغرب كورته وشخصيته الحقيقه واضحه بشكل كبير جدا تقدر تراهن عليها، وانا قلت من الاول انا راهن على 3: السعوديه، المغرب، السنغال. وقد كان الحقيقه السعوديه والسنغال قدموا عروض جيده جدا، والمغرب الحقيقه قدم عرض قوي جدا قدام كرواتيا، وعنده بكره لقاء مهم جدا جدا قدام بلجيكا. ارجو ان هم يستفيدوا من تجربه الوديه المصريه اللي نجح فيها المنتخب المصري في انه يفوز على بلجيكا بنتيجه 2-1. لكن الحقيقه عناصر برضو المنتخب المغربي كلها الحقيقة منتخب مدجج بالمحترفين على أعلى مستوى، منتخب عنده كورة جماعية على أعلى مستوى، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لأشقاء المغاربة في مواجهتهم بكرة مع بلجيكا. النهاردة ماتشين، فرنسا في مواجهة سويسرا تحدد الأمل المتبقي
للمنتخب فرنسا في مواجهه الدنمارك. هتحدد ولا سويسرا؟ الدنمارك مظبوط. هتحدد الفرصه اللي فاضله لمنتخب تونس، لانه الحقيقه خساره منتخب تونس قدام استراليا صعبت جدا جدا من حسابات المجموعه، وان كان في بصيص من الامل للمنتخب التونسي والاشقاء التوانسه، نتمنى لهم طبعا التوفيق. لازم نهني نفسنا ونبارك للاهلاويه، فوز عمالقه السله في نادي الاهلي بدوري المرتبط. هنتكلم في حاجات كثيره في حلقه النهارده، بس قبل ما ندخل في تفاصيلنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. حلوين ومنورين وعلى حب الاهلي دايما متجمعين، وعلى متابعه قناه النادي الاهلي دايما ملمومين. ده جزء من رابطه الاهلي على فكره في الكويت، احتفالات طبعا بمناسبه فوز الاهلي وتتويجه باولى بطولات الموسم ده للباسكت، بطوله دوري المرتبط بعد الفوز طبعا على نادي الاتحاد السكندري في مباراه العوده. الف مبروك الحقيقه لعمالقة الباسكت، ألف مبروك لجمهور نادي الأهلي أولى بطولات الموسم. وزي ما حققنا بالمناسبة احنا السنة اللي فاتت أو الموسم الأخير فريق الباسكت حقق العلامة الكاملة، يعني فوز بدوري المرتبط، فوز بمنطقة القاهرة، فوز بدوري السوبر، فوز بكأس مصر، وبالتالي والبطولة العربية طبعا، وبالتالي إن شاء الله بإذن الله يكون الموسم اللي جاي ده بما أن احنا افتتحناه ببطولة يكون علامة كاملة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله سلة الأهلي دايما بخير. على كل الاحوال يعني طبعا احنا سيناريو البطوله العربيه اللي احنا خسرنا فيه المباراه النهائيه مش عايز ارجع له، ان كانت الحقيقه بطوله اتخطفت من النادي الاهلي ولعب التحكيم دور للاسف الشديد سلبي فيها، لكن في جميع الاحوال نقدر ان شاء الله باذن الله نحافظ على رصيدنا من كل الالقاب البطولات المحليه باذن الله الموسم ده. الف مبروك مره ثانيه لجمهور النادي الاهلي على بطوله دوري المرتبط. طيب عندنا مباراه بكره مهمه جدا، بكره من ثاني بنرجع، ومن بكره هيستمر بقى او هيبتدي المشوار من جديد. صحيح طبعا مشغولين بمتابعه كاس العالم، بس الاهلي دايما في القلب، وماتش بكره اكيد حاضر. عندنا ماتش بكره في بطوله الكاس القديم، كاس الموسم الاخير،
وعندنا يوم الجمعه كمان ماتش تاني، فبالتالي هتبتدي العجله تدور ويرجع الاهلي يستأنف فريقنا، يستأنف مشواره مره تانيه. ماتش بكره في الكاس، ماتش الجمعه في الدوري، لكن خليني اركز اكتر على ماتش بكره لانه مواجهه صعبه بكل المقاييس. واحد طبعا مباراه جايه بعد غياب او بعد توقف النشاط لفتره طويله جدا الى حد ما، وانت واصل لاعلى مستوياتك وانت واصل انه كيرف من اللي مبتدي بيه من بدايه الموسم في افريقيا وفي سوبر مصري وفي دوري عام، يعني ما شاء الله كان يعني في اعلى مستوياته. الاهلي كان بيقدم كره ممتعه وكره حلوه وكره هجوميه وكره فيها استحواذ وكره فيها تاكتكس وفنيات على اعلى مستوى، ومع ده كمان كان محقق العلامه الكامله من ناحيه النتائج. فمع التوقف تقول يا رب نرجع بنفس الكيرف، يا رب نرجع بنفس المستوى. نمره اتنين المقاولين، والمقاولين في الكاس، يعني هو المقاولين طول عمره قدام الاهلي بتبقى مباراه صعبه جدا على مدار تاريخ طويل جدا. مش فاكر ان كان في مباراه مع المقاولين من الماتشات اللي ممكن تقول عليها ماتش سهل. في فرق دايما كده مع الاهلي او اغلب الفرق مع الاهلي عموما يعني، بس المقاولين بشكل خاص من الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي كره محترمه جدا، وبالتالي ده برضو بيزيد من صعوبه المباراه، واللي يزود اكتر انها مباراه كاس، يعني خروج مغلوب، يعني سيناريوهات كتيره جدا محتمله. عشان كده ماتش بكره فيه منتهى الاهميه. هنتكلم النهارده مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه، اللي غاب علينا بقى له فتره طويله لكن بيشرفنا وينورنا النهارده في سادسه، كابتن خالد جدال هيكون ضيف علينا. هنتكلم معاه على كاس العالم، وهنتكلم معاه على مفاجات كاس العالم، وهل فكره انه لغه لغه كره القدم ما بقتش تعترف بفكره الكبار، وانه الكبار يثبتوا نفسهم في الملعب مش اكتر ولا اقل. امبارح شفت امريكا وانجلترا قصه وحكايه وروايه، وعندي كلام كتير جدا واسئله كتيره جدا هسالها الكابتن خالد جدال. وهنتابع معاكم كمان تمرينة الأهلي النهارده اللي ابتدت يمكن من دقائق قليلة جدا، بس قبل ما نشوف كل ده ونسمع رأي كابتن خالد تعالوا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. طيب أول حاجة ماتش بكرة وتمرينة الأهلي الأخيرة والأساسية قبل مواجهة المقاولين بكرة، وزي ما قلت لكم يمكن في بداية الحلقة الأهلي يعني تمرينة النهارده بدأت يمكن دقائق قبل ما نطلع ونقابل حضراتكم في السادسة. خلينا نروح لنادي الأهلي في الجزيرة ونروح لزميلنا محمد توفيق اللي تابع طبعا المران من بدايته، يدينا تفاصيل اكتر ويطمننا على اللمسات الاخيره من مستر كولر استعدادا لمواجهه المقاولون العرب. نروح لمحمد. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني طمن كده بدايه منك على برنامج الاهلي النهارده، تم المران الاساسي والاخير قبل العوده لاستئناف نشاط مره ثانيه بكره ان شاء الله في مواجهة المقاولين في كأس مصر. بإذن الله زميل عزيز أحمد، يمكن الإعداد طبعا كان آخر الإعداد كان انتهى يوم الأربعاء الماضي، والفريق حصل على راحة طبقا للبرنامج اللي وضعه المدير الفني للفريق مستر مارسيل كولر. الفريق عاود التدريبات مرة أخرى بالأمس، كان تدريب قوي جدا، كان تمرين صباحي ابتدى بالتدريبات في الجيم وتدريب قوي جدا لحراس المرمى في الملعب، ومن بعدها جميع اللاعبين نزلوا الملعب. كان تدريب قوي جدا، شهد الحمد لله عوده حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم للتدريب بشكل كامل مع الفريق بعد ما خدوا تدريبات يعني زي ما نقول كده تدريجيه للدخول بشكل كامل ومنتظم في التدريبات الجماعيه. تدريب اليوم برضو كان نفس الامر، يمكن التدريب ابتدى في الرابعه والنصف ولكن ابتدى داخل الجيم الخاص بلاعبي فريق الكره بالنادي الاهلي، ومن بعدها انتقل اللاعبين لملعب التدريبات الرئيسي هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره في تمام الخامسه والنصف. يمكن التدريب ابتدى بتدريبات بدنيه قويه ومن بعدها بعض التدريبات بالكره. حالا دلوقتي وانا معاك يا احمد يمكن بتجرى تقسيمه ما بين اللاعبين في الملعب، دي اخر طبعا الاعدادات الفنيه والاعداد لمباراه الغد باذن الله امام نادي المقاولون العرب في مباراه دور الثمانيه لكاس مصر 2021 2022. زي ما قلت لك برنامج الاعداد كان قوي جدا على مدار الاسبوع اللي فات، ما فيش بس غير الخميس اجازه ومن بعده الجمعه والسبت النهارده التدريب الاساسي والاخير استعدادا لمباراه الغد باذن الله. يعني زي ما بنقول لك دقائق قليله باذن الله وهينتهي التمرين، ومن بعدها يعني الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق الليله في احد فنادق القاهره القريبه من ملعب الاهلي والسلام اللي هيحتضن المباراه باذن الله غدا في الخميس مساء. كمان يمكن يعني برنامج الفريق باذن الله غدا هيبقى ان شاء الله الفطار في التاسعه والغداء في تمام الثانيه الواحده والنصف ظهرا، ومن بعدها ان شاء الله المحاضره الفنيه والتحرك مباشره في تمام الثالثه عصرا لملعب الاهلي والسلام اللي هيحتضن المباراه. باذن الله يكون كل التوفيق مع النادي الاهلي وعوده قويه جدا النادي الاهلي لكل جماهير، واحنا كمان يا احمد متشوقين جدا ان احنا نشوفه بكره باذن الله، ويكون الفوز باذن الله حليف النادي الاهلي والتاهل لدور الاربعه باذن الله،
ويعني زي ما بنقول الاقتراب بشكل كبير جدا من بطوله غاليه على كل جماهير النادي الاهلي وهي بطوله كاس مصر. كلمه احمد فضل. اطمن منك يا محمد على بدايه، طبعا اطمن على متولي، يعني طبعا اصابته وصلت لغايه فين؟ شارك في جزء من التمرين ولا ما شاركش خالص واكتفى بالبرنامج التاهيلي؟ عايز اسمع منك كمان مشاركه عمار، لانه انا عارف انه عمار على مدار الاسبوع اللي فات كان بيشارك في التمرين، عن مدى جاهزيته، هل ممكن يكون موجود في ماتش بكره ولا لا؟ بالتفصيل كده عن كل زي ما بنقول اللاعبين سواء المصابين او العائدين من الاصابه يا احمد، يعني زي ما بطمنتك في البدايه منذ الامس حمدي فتحي محمد عبد المنعم بيشاركوا في التدريبات بشكل كامل، وده طبعا بعد زي ما قلنا خدوا بعض الاجزاء يعني التاهيليه والتدريجيه، دخلوا خلاص مع الفرقه بشكل كامل وبقوا تحت امر الجهاز الفني في المشاركه والانضمام سواء كانت مباراه بكره او فيما هو قادم من مباريات. محمود متولي يمكن طبعا في اللقطات اللي وصلتك بيكتفى بالجري حوالين الملعب، عمار حمدي يمكن موجود زي ما انت قلت طوال الاسبوع الماضي موجود مع الفريق وكمان النهارده موجود مع الفريق، ولكن طبعا ما بيشاركش في كل الفقرات الموجوده في تدريب الفريق، طبعا في برنامج موضوع من قبل الجهاز الطبي بخط الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي للدخول يعني تدريجيا في التدريبات، وباذن الله قريبا جدا يكون تحت امر الجهاز الفني والطبي ويكون موجود باذن الله في ما هو قادم من استحقاقات مع الفريق ويدعم الفريق كاحد اللاعبين الشباب المهمين جدا في قامه النادي الاهلي، باستثناء كده كل اللاعبين في حاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه، ينقصنا فقط توفيق ربنا وباذن الله تكون بكره عوده قويه جدا للنادي الاهلي زي البدايه القويه محليا في الدوري تكون كمان بدايه قويه جدا في بطوله كاس مصر والاقتراب خطوه كبيره جدا للوصول للدور الاربعه باذن الله. باستثناء غياب متولي وعلي معلول طبعا اللي بيشارك مع منتخب تونس في كاس العالم، هل في اسماء ثانيه من المتوقع انها تغيب عن قائمه الاهلي بكره توفيق؟ لا، هو كل اللاعبين تحت امر الجهاز الفني طبعا زي ما انت قلت، علي معلول لمشاركته مع منتخب تونس الشقيق في نهائيات كاس العالم بقطر، وكمان زي ما قلت يمكن محمود متولي برضه بيؤدي برنامجه العلاجي، كمان ايمن اشرف اللي النادي الاهلي لم يبخل عليه تماما وبيؤدي برنامجه التاهيلي والعلاجي بالخارج، باستثناء هؤلاء الثلاث لاعبين باقي الفريق بالكامل تحت امر الجهاز الفني اللي هيشوفه قادر فنيا وبدنيا ومن وجهه نظر الجهاز الفني هيكون موجود باذن الله في قائمه بكره، ونتمنى ان شاء الله اي 22 لاعب يدخلوا قائمه المباراه بكره يكونوا باذن الله في مستواهم وتوفيق ربنا معاهم، وان شاء الله يقدموا مباراه كبيره تمتع كل جماهير النادي الاهلي وكمان يحققوا الفوز، وزي ما قلت لك يقربوا خطوه كبيره جدا من بطوله مهمه وهي بطوله كاس مصر باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد توفيق من داخل النادي الاهلي. دي اخبار تمرينه الاهلي النهارده، بكره هنفصل الساعه 5 تحديدا من كاس العالم ونتابع الاهلي والمقاولين ان شاء الله في بطوله كاس مصر، نتمنى ان شاء الله الفريق طبعا يعني استرداد البطوله واحد من الاهداف ده ما فيش شك فيه، البطوله اللي غابت عن دولاب بطولات النادي الاهلي السنه اللي فاتت، لكن الاهم كمان ان احنا نطمن على شكل الفريق وعلى حالته اللي بدا بيها الموسم مع مستر كولر، وبالتالي رهان كبير جدا على مباراه بكره ان شاء الله الاهلي فيها يقدم عرض قوي ويحقق الفوز ويستمر في المنافسه على اللقب. طيب نروح لقبل مواجهه بكره المغرب وبلجيكا، طبعا جماهير الكره العربيه املها كبير جدا في الاشقاء المغاربه الحقيقه اللي قدموا عرض قوي جدا قدام كرواتيا، انا راهنت على المغرب من بدايه البطوله وقلت انه سكواد على اعلى مستوى، كتيبه المغرب والكره المغربيه دايما ومشاركتها في كاس العالم بتكون واحده من الحاجات اللي ممكن تراهن عليها ويبقى سقف طموحاتك عالي جدا، فان شاء الله باذن الله بعد العرض القوي اللي بدا بيه المغرب مشواره في البطوله نراهن بكره ان شاء الله على مواجهته مع منتخب بلجيكا في قدرته على تحقيق نتيجه ايجابيه، وليه لا؟ اذا كانت اليابان كسبت المانيا والسعوديه كسبت الارجنتين فطبيعي جدا ان احنا نراهن على انه المغرب تكسب بلجيكا، وخصوصا انه المباراه الوديه الاخيره لعبها المنتخب البلجيكي كانت امام المنتخب المصري وقدرنا ان احنا نكسب بنتيجه 2-1. نسمع راي اشقائنا في المغرب، السيد حمزه شتيوي الصحفي بجريده هسبرس المغربيه، يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بيك معنا في السادسه، برحب بيك على شاشه الاهلي. مساء النور عزيزي احمد، مساء النور لكل مشاهدينا الكرام، للاشقاء الاعزاء في مصر وخارج مصر ولكل متابعينا العرب، وشكرا لك كابتن احمد على هذا التفاعل. خليني اتكلم قبل ما اروح لمواجهه بكره، احنا بنراهن يعني بنراهن عليكم جدا بكره ان شاء الله قدام بلجيكا قدها وقدود وتقدروا تعملوها، لكن خليني اخد رايك في المواجهه الاولى،
ازاي شفت المباراه الاولى اللي جمعت بين المغرب وكرواتيا، وخصوصا ان كرواتيا واحد من الفرق الثقيله في البطوله، وصيف النسخه الاخيره من كاس العالم بيضم عدد كبير جدا من الاسماء المميزه، لعيبه كبار، ورغم كده نجح المغرب في الخروج بنتيجه ايجابيه امام كرواتيا. تقييمك للمباراه، وازاي شفت كمان قدره وليد الركراكي المدير الفني على قياده اسود الاطلسي في المباراه؟ أكيد أنا لو سألتني على رجل هذه المباراة قد أقول ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، وأقول وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، وكذلك المجموعة ككل، مجموعة المنتخب المغربي في هذه المباراة. لماذا؟ لأنه نعلم على أن كرواتيا وصيف بطل العالم، نعلم كذلك قيمة المنتخب الكرواتي وتألقه على المستوى الأوروبي في الفترة الأخيرة، الاستقرار الفني الذي ينعم به المنتخب الكرواتي من زمان، وكذلك الأسماء الراكنة المتواجدة في كتيبة المنتخب الكرواتي. كل هذا الأمر يقابله في الجهة المقابلة أول مباراة رسمية لوليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي. أمام من؟ أمام منتخب كرواتيا، وفي بطولة كبيرة من حجم كأس العالم. تكتيكيا أو على طريقة اللعب، أعتقد أن وليد الركراكي نجح وتفوق على المدرب الكرواتي زلاتكو في هذه القمة الكروية، ولعب المباراة بالطريقة التي كان يريدها وليد الركراكي. هذا من جهة أولى. من جهة ثانية، حتى المجموعة، شفنا المنتخب المغربي كمجموعة متناغمة منسجمة، خاصة عند فقدان الكرة كانوا يربكون أو يعني يفرملون حركة المنتخب الكرواتي. تم إغلاق جميع المنافذ سواء على وسط ميدان المنتخب الكرواتي الذي يعتبر متميز جدا بقيادة الأنيق لوكا مودريتش، ومع ذلك المنتخب المغربي لو يعني كان محظوظ شوية على مستوى النجاعة الهجومية كان ممكن يخطف هدف الانتصار. ثم كان الحال مباراة كبيرة للمنتخب المغربي، نقطة ثمينة أمام منتخب كرواتيا، وغدا إن شاء الله مباراة أخرى أمام منتخب بلجيكا، منتخب الشياطين الحمر، على أمل تحقيق انتصار إن شاء الله إذا ما سيسعد الشعب المغربي والشعوب العربية. بس خليني قبل ما أروح معك لماتش بكرة، أنا يعني هكلمك بمنتصف ده إحساس شخصي أو وجهة نظر شخصية. أنا حاسس إنه المغرب عندها كمان، يعني أنا عارف طبعا كل التقدير والاحترام لاسم المنتخب الكرواتي واسم النجوم، المنتخب مدجج بالنجوم على أعلى مستوى، بس أنا شايف إنه منتخب المغرب إمكانياته، قدراته، العناصر اللي بيضمها تقدم كرة أفضل من كده. حاسس إنه المغرب محتاج يعني أكتر، وأنتظر إنه ده يحصل بشكل تدريجي في الماتشات اللي جاية. مش عارف تتفق معايا ولا تختلف، بس أنا شايف المغرب ما ظهرش بكامل قوته حتى اللحظة. أكيد هي هناك بعض الآراء تحدثت عن هذه النقطة، لكن أنا بصراحة عزيزي أحمد أرى يعني لا أتفق تماما. أنا أقول أن المنتخب المغربي من زمان كان لديه الأسماء، وكان دائما يجد مشاكل في المجموعة، كان منتخب متفكك. وأنت تتذكر على سبيل الذكر للحصر بطولة إفريقيا في مصر، خرجنا من الباب الخلفي أمام منتخب بنين، منتخب متواضع. كأس إفريقيا الأخيرة في الكاميرون كذلك غادرنا من الباب الخلفي أمام منتخب مصري، ربما أضعف إن صح التعبير، أضعف نسخة من منتخب الفراعنة في الكان الأخير، لا أقول الأضعف، ولكن لم يكن منتخب مصر في القمة. ومع ذلك المنتخب المغربي خدمه سيناريو المباراة ولم يقدر على الانتصار. اليوم مع وليد الركراكي في أول مباراة رسمية، على الأقل أنت تواجه كرواتيا كيفما كان الحال، المنتخب الكرواتي لديه الأسماء. اليوم منتخب بولندا لم يقدم الشيء الكثير أمام المنتخب السعودي، لكن الخبرة جعلته ينتصر. هناك بعض المنتخب بلجيكا كذلك أمام كندا لم تقدم الشيء الكثير، لكن الخبرة والتجربة جعلتهم ينتصرون. فوليد الركراكي لما جاء للمنتخب المغربي عزيزي أحمد، لأول مرة منذ سنوات هناك شبه إجماع على اللائحة التي تم استدعاؤها إلى قطر، رغم أنه جاء قبل اللائحة فقط بشهر أو يعني إلى اليوم لديه 3 أشهر على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي. ذهب إلى إسبانيا واختار معسكر ممتاز، وواجه منتخبات قوية تشيلي وباراغواي، انتصر على تشيلي وتعادل مع باراغواي. ثم حتى الأسماء الجديدة التي تم استدعائها، اليوم وليد الركراكي يستدعي أسماء، لاعب بلال خنوس عمره 18 سنة، وليد الشديرة المهاجم باري من السيري بي في إيطاليا، ومع ذلك هناك إجماع من الشارع الرياضي، والشارع الرياضي المغربي يتابع الأمور بدقة ويتابع تفاصيل التفاصيل، فمن الصعب أن يكون راضي على لائحة ككل، لكن مع وليد كان شبه رضا أو يعني إجماع كبير من الشارع الرياضي. مع كرواتيا كان هناك تحفظ لأنه كان يخشى يعني من قيمة المنتخب الكرواتي، والمنتخب الكرواتي كان قريب يهز شباك الأسود لولا براعة أفضل حارس في الليغا الإسبانية المتوج بجائزة زامورا، أو خليني أقول الأسد ياسين بونو، أو كما نقول بالمغربية السبع ياسين بونو في 6 مباريات.
طيب منتخب البلجيكي منتخب تقيل ومنتخب مرشح على الاقل بالوصول لدور الثمانيه او دور الاربعه، لكن زي ما بيقولوا الفرنساويين يعني ديجا فيو، قبل البطوله مباشره كانت مواجهه بين المنتخب البلجيكي والمنتخب المصري اللي مش في افضل حالاته زي ما انت قلت، ونجح المنتخب المصري في انه يقول كلمته ويفرض اسلوبه ويفرض ادائه وينجح في الفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجه 2-1. هل الفريق او المنتخب المغربي قادر على فعلها بكره ان شاء الله قدام بلجيكا؟ اكيد هو على مستوى القدره قادرين باذن الله، انا اقولها يعني من الان المنتخب المغربي قادر على ان ينتصر على المنتخب البلجيكي ويحقق ثلاث نقاط ثمينه وستكون تاريخيه باذن الله، لكن يجب ان لا ننسى انه حتى المنتخب البلجيكي لا روبرتو مارتينيز المدير الفني ولا ايدن هازار اليوم في المؤتمر الصحفي كذلك اكد على انه هم يعلمون يقينا انهم لم يقدموا الصوره التي ينتظرها منهم الشعب البلجيكي، فالمنتخب البلجيكي نفسه يبحث عن انطلاقه، اي نعم انهزم وديا امام المنتخب المصري، تواضع اداؤه وكان قريبا من الهزيمه امام منتخب كندا في الجوله الماضيه، لكن انا متاكد جدا وحتى من خلال تصريحات وليد الركراكي سيواجه بلجيكا وكانه يواجه تلك النسخه البلجيكيه التي احتلت المركز الثالث في مونديال روسيا 2018 حتى لا يتسرب ذلك التراخي للاعبي الاسود، وانا اقول على ان هذه المباراه ستلعب بتكافؤ كبير وكبير جدا، منتخب بلجيكا تتحدث عن كيفن دي براين، تتحدث كذلك عن ايدن هازارد، تتحدث ربما عن لوكاكو قد يكون حاضر، ما زال هناك شكوك حول امكانيه حضوره في هذه المباراه، عن كورتوا وما ادراك ما كورتوا، وبرج بروكسل العظيم الذي سيكون بين الخشبات الثلاث، هي مباراه متكافئة إلى حد كبير، ولكن هناك تفاؤل ومتفائلين إن شاء الله نحقق انتصار، لأنه كما تفضلت أنت في بداية الحلقة عزيزي أحمد المنتخب المغربي منتخب المواعيد الكبرى في جميع الكؤوس العالمية يقدم أداء كبير. وأنا رهاني على المغاربة الأشقاء في المغرب كبير جدا، بس خلينا أقف مع الحالة اللي حاصلة في نسخة كأس العالم قطر 22، يعني أعتقد ويمكن دي تكون بتساعد المنتخبات العربية والأفريقية إلى حد كبير، نتائج يعني نتائج كتير البعض يراها مفاجأة، وأنا أراها الحقيقة إنه الكرة دايما بتعطي لمن يستحق. يعني أنا شفت الحقيقة منتخبات كانت بره الحسابات، كانت بره المعادلة أمام الكبار وأمام المرشحين، واتضربت بده مثال منتخب إكوادور الحقيقة اللي جاي من بعيد جدا، والبعض توقع إنه يكون خروجه سريع جدا من المجموعة الأولى، لكن الحقيقة قدم نفسه منتخب عنده شخصية ومنتخب عنده عناصر جيدة جدا. منتخب السعودية طبعا بالمباراة العظيمة اللي لعبها قدام الأرجنتين واحد من الفرق المرشحة للقب. المنتخب الياباني امام المنتخب الالماني ايضا واحد من المرشحين للقب. النهارده الحقيقه ايران الحقيقه بعد هزيمه ساحقه تقدر ترجع مره ثانيه وتكسب ويلز 2-0، الولايات المتحده الامريكيه وهي مش دوله كبرى يعني في كره القدم لكن الحقيقه قدمت عرض قوي جدا وكانت من وجهه نظري الافضل امام المنتخب الانجليزي العتيد وهو واحد من المنتخبات المرشحه. كل ده بيصب في فكره انه الكوره لا تعترف بالاسماء ولا تعترف بالفوارق ولا تعترف بالتاريخ ولا تعترف بالقيمه التسويقيه. ازاي ممكن المغرب يراهن على ده او وليد الركراكي تحديدا يراهن على ده في مباراه بكره وفي المباراه الاخيره امام كندا؟ والحقيقه المنتخب الكندي كمان واحد من المنتخبات اللي ظهروا بشكل المنتخب الكندي واحد من المنتخبات ظهروا بشكل جيد جدا في البطوله. أكيد ويعني وأزيدك يعني من الشعر بيت، بالأمس أنا تابعت مباراة أمريكا وإنجلترا تفاجأت من الأداء الرهيب للمنتخب الأمريكي، كيف يصنعون اللعب بتلك السرعة وبتلك الأناقة وبتلك الثقة وبتلك الشخصية أمام منتخب الأسود الثلاث، أنت أكيد على صواب في رأيي 100%، هناك منتخبات جاءت من بعيد بتواضع كبير لكنها نفضت غبار التواضع وأكدت أحقيتها أمام الكبار، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه كرة القدم أصبحت يعني هناك تكافؤ كبير، الفريق أو المنتخب ما يرجح كفة منتخب أو آخر بعد الموهبة والأثناء الموجودة، التركيز وكذلك الحضور البدني والرغبة القوية في الانتصار. اليوم مثلا المنتخب السعودي هزم أمام بولندا لكن كثيرون ينوهون بذلك الأداء الرهيب للأخضر السعودي وتلك الرغبة الكبيرة، فالمنتخب المغربي ما أتفهمه وما نستبشر به خيرا هو أن المدير الفني من المدربين الذين يعرفون كيف يضبطون الإيقاع ويشحنون الهمم في مستودع الملابس، مدرب ذكي جدا يعرف كيف يشحن اللاعبين، وأنا يذكرني حتى بطريقة حسن شحاتة مع منتخب الفراعنة لما صنع جيل ذهبي وحقق بطولات كبيرة وكان يعني من المدربين اللي يحمسون بطريقة رائعة،
فأتمنى صادقا إن شاء الله أن هذه الأمور تثمر انتصار أمام بلجيكا أو انتصار أمام كندا وفي الأخير بطاقة عبور إلى الدور الموالي. وكما قال وليد الركراكي، لو تأهلنا إلى الدور الموالي سنكون خصما عنيدا لجميع المنتخبات المشاركة. كل التوفيق ليكم بكرة إن شاء الله والمباراة كمان اللي بعدها، ورهاننا كبير على المنتخب المغربي إن شاء الله يشرف الكرة الأفريقية والكرة العربية ويقدر يتأهل عن مجموعته، فرصه كبيرة جدا، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يقدر ياخد بطاقة التأهل ويواصل المشوار. الفكرة مش قصة التأهل بس عن المجموعة، نتمنى كمان أنه واحد من الفرق العربية والأفريقية تواصل المشوار على الأقل للثمانية الكبار. بشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني مكالمتنا اللي جاية نكون بنحتفل الحقيقة بإنجاز للكرة المغربية. يشرف فيه الكرة العربية والأفريقية. حمزة شتيوي صحفي بجريدة اسبريس المغربية، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، وكل التوفيق بكرة. قلوب الشعوب العربية كلها الحقيقة مع المنتخبات العربية في مواجهتها، كل التوفيق لأشقاء المغاربة أسود الأطلسي. فاصل ونرجع نستقبل نجم حلقتنا ونجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر كابتن كبير خالد جدالله، هيكون ضيف علينا في السادسة بعد الفاصل. العادة يعني اللي تعودنا عليها انه احنا في كاس العالم بنستناه عشان نستمتع بالكبار، يعني نستمتع بالبرازيل، نستمتع بالارجنتين، نستمتع بالمانيا، نستمتع بفرنسا، نستمتع حتى بايطاليا التي كانت، لكن الحقيقة النسخة دي احنا مستمتعين بالصغار اكتر من الكبار. وعشان ما تبقاش فرجة ومتعة وخلاص، فيها كمان حاجات لازم نبص عليها عشان خاطرنا. احنا مش مشاركين لكن ممكن نستفيد من بطوله زي دي، ممكن نستفيد. وزي ما ابتديت الحلقه قلت لكم النهارده، الخدعه الكبرى اللي احنا تعرضنا لها هنا على مدار سنين واجيال واشتريناها وبروزناها، هي فكره انه الاحتراف هو طريق الكره المصريه الوحيد للعالميه. انا مش ضد فكره الاحتراف، وبالعكس اتمنى ان يكون عندنا عدد كبير جدا من المحترفين، لكن القاعده دي لا تصح ولا تجوز بعد الأداء الكبير جدا اللي قدمه منتخب زي المنتخب السعودي، والأداء الكبير اللي قدمه منتخب زي المنتخب الياباني في مواجهة الكبار، ومنتخبات تانية، أمريكا في مواجهة إنجلترا، إكوادور في مواجهة هولندا، وغيرهم من المغرب في مواجهة كرواتيا. وبالتالي القصة مش قصة بس احتراف، لكن قصة ممكن تكون مبنية على تجربة محلية أكتر من ناجحة، تجربة فيها بطولة محترمة، تجربة فيها رؤية من المسؤولين أو القائمين على منظومة إدارة الكرة، تجربة فيها خطة طويلة المدى تستهدف أنه المنتخبات شكلها وأدائها وشخصية تتطور زي ما حصل كده. وشفنا وفرحنا الحقيقة المنتخب السعودي في المباراتين، حتى رغم خسارته أمام بولندا ما تقدرش تقول على المنتخب السعودي غير أنه منتخب كبير وعنده شخصية وعنده حضور وفرصته ما زالت قائمة وبقوة. خلينا نبص نظرة سريعة ونظرة خاصة جدا، أنا بستمتع جدا برؤيته وبتحليله ووجهة نظره، نجمنا النهاردة في السادسة كابتن خالد جدالله اللي بيشرفنا وبينورنا. أهلا وسهلا كابتن خالد، بعد هقول غياب طويل علينا شويتين بترجع لنا مرة تانية، أهلا وسهلا بيك دايما. أهلا بيك يا أحمد، وسعيد إن أنا موجود معاك والله. وأنت وحشتني جدا، والبرنامج والقناة، ومن نجاح لنجاح كده تنور الدنيا كابتن. شكرا خالد، شكرا. البطولة الأول يعني قبل ما أتكلم على المنتخبات وقبل ما أتكلم على الكورة والتجارب الملهمة، شايف البطولة ازاي كابتن خالد من ساعة ما ابتدت لغاية دلوقتي لغاية النهاردة؟ لا، بطولة كأس العالم ممتعة من بدايتها وساخنة جدا وقوية جدا، وفي تقارب في المستوى ما بين حتى الفرق بتاعتنا العربية وما بين الفرق الأوروبية أو فرق أمريكا اللاتينية. يعني بطولة من الدور الأولاني ومن أول ماتش ماشية على بشكل سريع جدا وقوي جدا ومميز جدا. كنا تعودنا قبل كده في بطولات كاس العالم ما بيسخنش غير بعد الدور الاول. مظبوط، دور المجموعات ده بيبقى ده روتيني متوقع، تفصيل ومعروف مين اللعيبه بتلعبش بمنتهى القوه يعني، ومعروف مين الفرقتين اللي هيطلعوا الدور. لا دلوقتي مش معروف خالص في اي مجموعه، يمكن لو في مجموعة واحدة، ولكن في تقارب في المستوى وفي أداء مميز جدا ومقنع جدا وسريع جدا، وطبعا فروقات رهيبة ما بين نفسنا نوصل ليها يعني بإذن الله في المستقبل نفسنا نوصل للي احنا بنشوفه بالذات من الفرق العربية، بالذات أخص بالذكر فرقة السعودية وفرقة المغرب. أنا بيتهيألي إنه فرق زي السعودية وفرق زي المغرب تجاوزت بكتير جدا انه يبقى الهدف الاسمى او الطموح الاكبر بالنسبه لهم هي مجرد التاهل لكاس العالم. يعني الناس دي ما بقتش بتبحث عن التاهل، الناس دي عدد مرات تاهلها يعني اعتقد
ست مرات تقريبا كل منتخب منهم. عدد الماتشات اللي فازوا فيها في كاس العالم اكتر من مباراه. اعتقد السعوديه محققه 3 انتصارات ومسجله حوالي 13 هدف، المغرب مسجل حوالي 14 هدف اجمالا يعني في البطولات المختلفه لكاس العالم. فبالتالي الناس دي تجاوزت فكره انه احنا مش هدفنا التاهل، احنا هدفنا التاهل عشان نروح نعمل ايه. واعتقد انه الاثنين فرصهم كبيره جدا ان هم ما زالت قائمه طبعا ان هم يتجاوزوا دور المجموعات، وفرصهم كبيره كمان ان هم يقدموا شخصيه عن الكره العربيه وطبعا المغرب كمان عن الكره الافريقيه بشكل ما تعودناش عليه او ما شفناهوش قبل كده في نسخ كاس العالم. كلامك طبعا مظبوط. لا يعني الفرقه دي الطموحات بتاعتها تجاوزت مش التاهل لكاس، هم 3 مراحل، في فرق بيبقى طموحها ازاي تتاهل لكاس العالم للنهائيات، فرق تانية بيبقى طموحها التمثيل المشرف خلال كاس العالم. هم بقى دخلوا في التصنيف الثالث ازاي المنافسة من دور لدور وازاي يوصلوا لأبعد مدى. وده اللي وصلوا السعودية والمغرب عن طريق الأداء المقنع والمميز جدا جدا جدا. وخلي بالك يا أحمد الكلام ده ما جاش بين يوم وليلة أو ما جاش من فراغ، ده جه من تخطيط، وبالذات فرقة السعودية. يعني أخص بالكلام على فريق المنتخب السعودي، ده نتيجة تخطيط جيد جدا يعني ممتاز من اتحاد كورة فاهم واتحاد كورة واعي واتحاد كورة بيشتغل بدون مصالح شخصية، ما بيبصش غير للمصلحة العامة اللي هي مصلحة الكرة السعودية. وأكبر دليل على الكلام ده ان هم جابوا هيرفي رينار مدرب كبير جدا، وحتى ده هم جددوا له 4 سنين أو 5 سنين تانيين قبل كاس العالم. ولو رجعنا للماتشات الودية المنتخب السعودي قبل كاس العالم ده يمكن لعبوا بتاع 10 ماتشات كسبوا ماتش وخسروا الباقي. ولكن التخطيط المظبوط والنظرة المظبوط ما جاتش بقى الاتحاد السعودي قال لك ايه ده بيخسر وماتشات ودية والنتائج واحنا رايحين كاس العالم لا لا، الناس بتفهم والناس بتخطط والناس اختارت مدرب فعلا عنده خبرة كبيرة جدا ومدرب موهوب ومدرب عنده روح قدر ان هو ينقلها لعيبة المنتخب السعودي. وشفنا المنتخب السعودي ازاي فنيا جوه الملعب منظم جدا في النواحي الهجومية والدفاعية قدام فرق كبيرة. انا عايز اخد يعني الجزئية دي مهمة جدا بالنسبة لي ومهمة جدا وجهة نظر كابتن خالد جدالة فيها، لانه بالتأكيد لو حطينا القائمين او المسؤولين على المنظومه رؤيتهم تخطيطهم استراتيجيتهم اعتقد ما فيش شك الناس دي خططت ونجحت بشكل كبير جدا انها توصل لشكل منتخب هي عايزاه. ولو كلمت على مدير فني فبالتاكيد يعني انا مش هخبي تحيزي لهيرفي رينار لاني بشوفه يمكن المدرب الافضل على مستوى المدربين الاجانب اللي جم اشتغلوا مع في افريقيا كلها. لكن هنا انا عايز اتكلم على فكره انه المنتخب احد منتخبين بيشاركوا في البطوله ما عندهمش ولا لاعب محترف هو المنتخب السعودي. كيف افرزت بطوله الدوري السعودي العناصر اللي شفناها في مواجهه ميسي ورفاقه وفي مواجهه ليفاندوفسكي ورفاقه وحسينا انه لا ما فيش فوارق، لا القيمه التسويقيه ولا اسم النادي اللي اللاعب بيلعب فيه عامله تاثير في الملعب. 11 في مواجهه 11 بمنتهى القوه ومنتهى الاريحيه ومنتهى المهاره ومنتهى القوه ومنتهى السرعه. ازاي؟ انا هنا بتكلم على 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 العنصر الفردي، على 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 قوام المنتخب السعودي، كلهم جايين من دوري محلي. ايه الفرق؟ لا فرق كبير، لان الدوري المحلي السعودي قوي جدا، قوي جدا جدا جدا. ما هي عناصر القوه من وجهه نظرك؟ اول حاجه ان اللي بينافس على بطوله الدوري مش فريق واحد او فريقين، لا الفرق كلها اولا بتستجلب احسن لعيبه سواء حتى على مستوى اللاعبين المحترفين اللي بيجيبوهم. نمره 2 منافسه قويه جدا وشرسه على كل البطولات داخل الدوري السعودي. نمره 3 رتم اللعب في الدوري السعودي. انا عايز نقف عند رتم اللعب دون واحط تحت رتم اللعب مليون خط، لان هو احنا كورتنا هنا في مصر مش هتتعدل غير لما رتم اللعب يزيد يمكن 5 أضعاف عن اللي احنا بنشوفه. احنا في الماتشات بتاعت كاس العالم او في الدوري السعودي اللي هو افرز لعيبه على مستوى عالي جدا ما فيش بينها وبين اللعيبه المحترفين في الدول الثانيه اي فرق، لان الريتم بتاع اللعب سريع جدا من خلال الدوري السعودي، ده ما بنشوفوش من خلال الدوري المصري. احنا عندنا الريتم بعيد جدا، الدوري السعودي اقوى بكتير جدا من الدوري بتاعنا، اكتر من فرقه بتنافس على كل البطولات هناك، ريتم اللعب سريع بشكل
يفوق اي حد. عشان كده لما بنتفرج لما المنتخب السعودي لما بيلعب قدام بولندا مفيش فرق في رتم اللعب ولا في السرعه، لا في سرعه وفي رتم وفي التحام كور مشتركه. شوف اللعيبه المنتخب السعودي في اي كره مشتركه مع اللعيبه اللي هي محترفين واللي بيلعبوا بره دول على اعلى مستوى. ما شاء الله بولندا اجسام ويعني لا شوف البنيه الجسمانيه الالتحامات بتاعت اللعيبه السعوديين عامله ازاي، السرعه، التحرك، التحرك بدون كوره، كل فنون اللعبه موجوده لان هناك دوري قوي. وفي غياب ان ما فيش لعيبه عندهم محترفين بره في الدوريات اللي بره، ولكن الدوري السعودي دوري قوي جدا فعلا، قدر ان هو يفرز اللعيبه اللي احنا اتفرجنا عليها. صحيح صحيح، هي يعني احقاقا للحق يعني التجربه دي. يعني دايما لما كنت بتكلم على التجارب الملهمه واقول منتخبات صغيره بقت منتخبات كبيره او منتخبات غير متواجده، يعني تقدرش تنكر دايما منتخب فرنسا طول عمره منتخب كبير لكن عاش سنين طويله جدا من غير ما يحقق لقب، الا ما حقق لقب في 98 بعد كده في 2018. لكن التجربه تستحق انها تدرس. لما اتكلم عن منتخب زي منتخب بلجيكا نفس القصه، بلجيكا اتت من العدم، يعني ما لهاش اي رصيد، ما لهاش اي تاريخ، ما لهاش اي القاب او بطولات قاريه كانت او عالميه، ورغم كده قدرت تبني منتخب قوي. لكن انسى بقى الاوروبيين، يعني اقول لك اوروبا قصه ثانيه. اعتقد ان تجربه المنتخب السعودي تجربه تستحق ان احنا نقف عندها كتير جدا. تعالى نتابع مع بعض وناخد رايك كده في النتائج لغايه دلوقتي وترتيب المجموعات ونشوف ايه ابرز المفاجات ومين المنتخبات والمديرين الفنيين اللي لفتوا نظر كابتن خالد جدار. نبدا بالمجموعه الاولى. المجموعه الاولى طبعا بيشارك منها منتخب افريقي ومنتخب عربي. المنتخب القطري للاسف يمكن نتائجه كانت مخيبه للامال. الهولندا بعد مباراتين او بعد جولتين في الصداره برصيد 4 نقاط. إكوادور بتتساوى معاه في نفس الرصيد من النقاط ونفس الرصيد من الأهداف برضو ب4 نقاط وفي المركز الثاني. ثم السنغال بعد الفوز المستحق اللي حققته على قطر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والثلاث فرق عندهم فرص يلعبوا عليها على الجولة الأخيرة. ثم قطر في المركز الرابع. ترتيب منطقي من وجهة نظر كابتن خالد، ومين الأقرب للصعود؟ ترتيب منطقي بس يعني الأقرب للصعود هولندا والإكوادور. أو الإكوادور نمرة 1 وهولندا نمرة 2. أيوة. يعني أنا بتكلم من حيث المستويات اللي أنا اتفرجت عليها. أيوة. والماتشات اللي اتفرجت عليها الإكوادور عملت ماتشات قوية جدا وعروض قوية جدا، فأنا شايف أن الإكوادور هتبقى من الفرق اللي يعني نقدر نقول عليها الحصان الأسود. تمام. المواجهة اللي جاية هولندا في مواجهه قطر هتبقى سهله نسبيا يعني على الهولنديين. قطر ملهاش اي قطر ما عندهاش اي عزوز بس هتسعى على الاقل انها يعني تودع المونديال بشكل مشرف، لكن في النهايه هولندا عندها افضليه على المنتخب القطري، وبالتالي اعتقد انه مباراه ممكن تبقى بتميل فيها الكفه لهولندا اكتر. لكن الماتش الثاني هو اللي مباراه ناريه لانه الاثنين عندهم نفس الفرصه. في فرق نقطه لصالح الاكوادور صحيح، لكن مكسب السنغال يوصل السنغال لدور ال 16. والمنتخبين الحقيقه منتخبين تحترمهم، عندهم شخصيه، عندهم امكانيات، عندهم عناصر مميزه جدا. مواجهه السنغال مع الاكوادور تشوف هتصب في مصلحه مين اكتر؟ الفرقتين زي ما انت قلت الفرقتين اقوياء جدا. الاكوادور عملت نتائج وعروض كويسه جدا، نفس الكلام السنغال، ولكن السنغال برضو غياب ساديو ماني مأثر بشكل كبير جدا على مستوى الفريق، فانا شايف ان هي هتبقى مباراه قويه جدا. التوفيق في اليوم دون بس انا من وجهه نظري الاكوادور طبعا حظوظها اكتر. حظوظها اكتر، ولكن التوفيق في يوم المباراه بقى ما بين اللعيبه بتاعه السنغال ولعيبه الاكوادور والتوفيق خلال المباراه هو ده اللي هيحدد. انا اتمناها السنغاليه طبعا عشان احنا طبعا. يعني افريقيا انما اكوادور انا من الفرق اللي بسطاني جدا، ولما بتفرج عليهم ببقى مبسوط جدا لان فرقه قويه. لا وبصراحه كابتن خالد السنغال هو المنتخب الافريقي الوحيد اللي ممكن تراهن عليه في البطوله، يعني شايف انه عنده سكواد وعنده منتخب تقيل. طبعا يعني الوحيد اللي ممكن غير الكاميرون وغانا بصراحه. بالظبط صح بالزبط. يعني طيب نروح للمجموعه الثانيه. والمجموعه الثانيه برضو اتلخبطت فيها الحسابات. امريكا فاجئتني بصراحه، يعني انا ما شفتش الماتش الاولاني بتاعها بس شفت الماتش الثاني، شفت ماتش امريكا وانجلترا، منتخب محترم جدا. امريكا برضو جايه من بعيد. طبعا لا تاريخ ولا لعبه اساسا مش شعبيه هناك. منتخب قوي. منتخب قوي، منتخب محترم جدا. انجلترا في الصداره 4 نقاط. ايران بعد الانتفاضه وفوز على منتخب ويلز في المركز الثاني 3 نقاط، ثم الولايات المتحده بتعادلين في المركز الثالث بنقطتين، ثم ويلز
في المركز الأخير بنقطة واحدة، ويلز أعتقد برضو فرصها يعني تكاد تكون معدومة حسابيا قائمة، لكن أعتقد بعد المستوى اللي قدمته ممكن إلى حد ما تبقى صعبة شوية. طبعا نمرة واحد خصوصا أنها تقابل إنجلترا في الماتش، فرصة الجديد. إنجلترا طبعا فرصة كبيرة أن هي تنتقل للدور اللي بعد كده. مباراة برضو المباراة الثانية اللي هي أمريكا مع إيران، دي هتبقى مباراة قوية جدا. لو مباراة دي كده كده قوية جدا بصرف النظر عن التأهل من عدمه بالظبط، صح ولا لا؟ للظروف بقى للسياسة والكلام ده، ولكن برضو عشان التأهل. مش الحاجات دي بتخلق دوافع يا كابتن خالد؟ بتخلق دوافع قوية جدا. يعني فرقة إيران الماتش الأولاني الدوافع بتاعت لعيبة إيران في الماتش الثاني لما اختلفت ولما ارتفعت شفنا ظهر مستوى ثاني خالص وقدروا يكسبوا. فالمباراة دي هتبقى قوية جدا ما بين أمريكا وإيران، وأنا أتمنى طبعا إيران لو لعبوا بنفس المستوى أنا شايف برضو أن حظوظهم 50-50 ما بين المنتخب الأمريكي ومنتخب الإيران. يحسب لكيروش بصراحة أنه عارف يلملم أوراقه ويصحح أوضاعه، لأنه خسارة 6 في افتتاحية كأس عالم تقيلة جدا. بس هو دايما متأخر، هو دايما متأخر. يعني يعني البداية وحشة جدا. صحيح. دي تتحسب عليه طبعا. دايما بيجي متأخر. ولكن الماتش الثاني كان شكل إيران كان شكل كويس. طيب انجلترا وي انجلترا و... وإيران انا اتمنى الصعود لا انجلترا وامريكا تمام. نروح للمجموعة الثالثة سريعا جدا. المجموعه الثالثه طبعا النهارده اتلعبت جوله اولى من او مباراه اولى من الجوله الثانيه اللي هي جمعت بين السعوديه وبولندا، وفي انتظار طبعا مواجهه الارجنتين والمكسيك بالليل، ومباراه بالليل دي هتحدد شكل المجموعه بشكل كبير. لكن حتى اللحظه بولندا في الصداره 4 نقاط، السعوديه في المركز الثاني 3 نقاط، والمكسيك نقطه واحده في المركز الثالث، والارجنتين اللي هي كانت كل الناس تقول لك طبعا الارجنتين نمره واحد ونشوف بقى مين هيطلع معاها في المركز الاخير 0 من النقاط، والنهارده عندها مباراه مع المكسيك. مجموعه صعبه جدا، السعوديه لخبطت الدنيا. طبعا وانا اتمنى طبعا المنتخب السعودي ينتقل للدور الثاني، لان حقهم بصراحه يعني عربيا انا طبعا منحاز جدا للمنتخب السعودي، ولكن من حيث الاداء لا حقهم ان هم يروحوا يكملوا باذن الله، واتمنى ان التوفيق يكون معاهم في مباراه المكسيك اللي هي هتبقى الثالثه. هيبقى ماتش جامد جدا. هو تعادل النهارده يخدم فرقه السعوديه، يخدم السعوديه يعني مكسيك ارجنتين تعادل يبقى حاجه كويسه جدا. طبعا يبقى في المنتخب السعودي قدام المكسيك يبقى محتاج ان هو يتعادل بس. فانا اتمنى ان السعوديه يعني انا هقول السعوديه والارجنتين. هو بيني وبينك برضو كاس عالم من غير الارجنتين هيبقى حاجه صعبه قوي بصراحه، هيبقى دم ثقيل. لكن الحقيقه يمكن الارجنتين خذلت جمهورها، يعني ما قدمتش الاداء المنتظر منها، وسكواد برضو ما تقدرش تقول دول ابطال كوبا امريكا يا جماعه، وفيهم ميسي وفيهم لوتارو وفيهم ديباريا وباريدس، ويعني سكواد ثقيل جدا، فما ينفعش كاس عالم يبقى. وبعدين احنا منتظرين من البدايه، قلت انا السنه دي براهن على انه الارجنتين والبرازيل يبقى اهم مباراه في البطوله، او الارجنتين والبرتغال، فهيبقى يعني مباراه اكيد مستنيينها. نكمل بقيه المجموعات كابتن خالد، بس اسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا. كنت انا في الفاصل انا وكابتن خالد بنتغزل في الكره البرازيليه، هنوصل لها دلوقتي، بس تعالوا نشوف المجموعه الرابعه ونستعرضها مع كابتن خالد. في المجموعه الرابعه عندنا حامل اللقب فرنسا مع استراليا والدنمارك والمنتخب العربي الشقيق طبعا تونس. فرنسا في الصداره، وطبعا في ماتش دلوقتي الثاني في المجموعه بيتلعب بين فرنسا والدنمارك. فرنسا في الصداره 3 نقاط بعد الفوز على استراليا، استراليا في المركز الثاني ب3 نقاط بعد الفوز على تونس، ثم الدنمارك في المركز الثالث بنقطه، وتونس في المركز الرابع برضو برصيد نقطه. طبعا فرنسا نمره واحد ان هي تقدر توصل للدور اللي بعد كده، والبطاقه الثانيه هتبقى اقنعتك في مباراه استراليا انها جايه تدافع عن لقب ولا أقنعتني. ولا لسه ما سخنتش؟ بس لسه ما سخنتش، لسه ما سخنتش. ولكن عندهم لا فرقه قويه، وفرقه طبعا مرشحه ان هي تاخد البطوله، ولكن في الادوار اللي جايه هيبان مستواهم بشكل احسن. من الاربع مجموعات دول هل شايف في فرقه مرشحه من وجهه نظرك انها تنافس على اللقب، او قدمت عروض تقدر تنافس على اللقب؟ لا لغايه دلوقتي لا. في الاربع مجموعات دول لا، يعني يمكن فرنسا
يمكن فرنسا، بس عشان انا شايفهم قدام هيبقوا شكلهم عامل ازاي. آه. مش من الاداء اللي هم عملوه في منتخب اجمالا يعني قبل ما نستعرض بقيه المجموعات، شايف انه قدم اوراق اعتماده، او حسيت انه يعني قبل البطوله طبعا بحكم السكواد، ناس دايما بتقيس على السكواد، بتقيس على الاسماء اللي موجوده في المنتخبات، ناس شافت انه المانيا، ارجنتين، برازيل، فرنسا، انجلترا، اسبانيا اسبانيا صاحبت اعرض فوز في البطوله دي 7 أهداف في مرمى كوستاريكا. ايوه. هل شايف انه بعيدا بقى عن الاسماء، العروض اللي اتقدمت في على ارض الملعب بتقول ان في منتخب، لا المنتخب ده جاي يلعب على بطوله؟ اه طبعا في. برازيل نمره واحد يعني، المنتخب البرازيلي، المنتخب الاسباني، المنتخب الياباني من المنتخبات اللي انا يعني مبسوط منها جدا. واحد من السيناريوهات اللي مش قادر استوعبه لغايه دلوقتي، لان انا ما شفتش الشوط الثاني. انا شفت الشوط الاول وخلاص، يعني الشوط الاول بالنسبه لي كانت مباراه محسومه، والالمان هيخش الشوط الثاني يحط الثاني والثالث والرابع وخلاص خلصت القصه. المنتخب الياباني ما جاش تقريبا، ما جاش، ما نزلش. ال11 بتوع اليابان ما شفتهمش في الملعب في الشوط الاولاني. عشوائيه وتخبط ومفيش لا جمله متحفظه، ولا ازاي تربط بين الدفاع والهجوم، وازاي مفيش اي حاجه. وجيت المدينه عشان اطلع السادسه على الهواء، فوجئت. بس مسافه المشوار بيقولوا لي مباراه اليابان والمانيا خلصت 2-1 لصالح اليابان. ايوه. ما استوعبتش. لا ده عملوا شوط تاني رهيب. يعني شوط تاني فيه كل حاجه، يعني شوف انت قلت الشوط الاولاني ما عملوش اي حاجه تمت كره القدم بصله. الشوط التاني بقى عملوا كل حاجه في كره القدم، من كل عناصر لعبه كره القدم، من سرعه ومهاره وتحرك وتهديف وكل حاجه. فالمنتخب الياباني من المنتخبات. المباراة دي عموما لخصت حالة انه اي فريق، يعني مش بالضرورة لما اتكلم على ماتش اليابان والمانيا او حتى على طول كاس العالم، اي فريق ممكن يبقى في حالة غيبوبة، ممكن يبقى في غرفة الانعاش في شوط مباراة اول، يقدم اداء سيء ويخسر نتيجة الشوط الاولاني. هل ممكن يحصل التحول ده؟ وازاي ممكن يحصل التحول ده في 10 دقايق بين الشوطين؟ ممكن يحصل، بس لو الامكانيات موجوده. يعني فرقه عندها امكانيات ولاعيبه عندها امكانيات، ممكن خلال شوط يبقوا مش في حالتهم او يبقوا بعاد، ولكن طالما الامكانيات موجوده والروح موجوده والدوافع رجعت لهم تاني، لا ممكن يظهروا بشكل كويس، وده اللي عمله المنتخب الياباني في الشوط الثاني قدام المانيا. المنتخب المفاجاه من وجهه نظر كابتن خالد جدال، في منتخب فجأك، في منتخب حاسس انه يعني مش من الاسماء الكبيره او مش من المرشحين بس قادر يروح لبعيد؟ الاكوادور مفاجاه البطوله من وجهه نظري. مفاجاه. نتمنى طبعا نستمتع. وخليني اروح ل طيب خليني اروح لماتشات النهارده. المكسيك في مواجهه الارجنتين. احنا طبعا فرنسا بتلعب في مواجهه الدنمارك دلوقتي، برضو مواجهه مهمه للمنتخب التونسي، هنتابع نتيجتها. لكن يهمنا كمان الارجنتين في مواجهه المكسيك، لانه موقف الفرقتين اصبح معقد. واحنا لسه كنا بنتكلم على الارجنتين بطل كوبا امريكا، عدد كبير من الجمهور حطت نفسها في موقف حرج. بتشوف ماتش النهارده ازاي وفرص الفرقتين في مباراه النهارده يا كابتن خالد؟ ماتش صعب جدا، لان هو المباراه بتاعت النهارده دي هي الفيصل اللي هتخلي اي فريق سواء الارجنتين او المكسيك يكمل او ما يكملش. فمهم جدا الفوز لكلا الفريقين، عشان كده هتبقى الماتش هيبقى صعب جدا، هيبقى ماتش مش سهل. الفريقين هيسعوا ان هم يكسبوا الماتش، ولكن انا شايف ان الغلبه ممكن تروح في الاخر للارجنتين. الارجنتين اكتر الفرق امتاعا، يعني عندنا اسبانيا كسبت 7، عندنا انجلترا كسبت 6، لكن هل بتشوف انه الامتاع فقط مرتبط ب يعني عدد الاهداف اللي بيتم احرازها في المباراه، ولا لا الابداع مش مرتبط بس أهداف. لا تحرك اكتر عرض قوي او برازيل اكتر فرقه طبعا. ليها مذاق خاص زي ما كنا بنتكلم، وليها طعم تاني. صحيح. وفرقه جميله. متوقع انه غياب نيمار يكون مؤثر؟ لا انا على العكس، مش هيكون مؤثر. بالعكس الماتشين اللي جايين في غياب نيمار، لا هنشوف فرقه البرازيل بشكل. شايف انه البرازيل في عدم وجود نيمار افضل من البرازيل في وجود نيمار؟ بالظبط. فعلا فعلا. يعني ناس كتير بتشوف بعيد بقى عن الاسامي والشهره احنا بس ده معلم نص الملعب. معلش بس اقعد اتفرج على نيمار واحسب له الكور اللي بتجيله. 10 كور 8 ضاعوا، واحده كويسه وواحده خطر. لا يعني فرقه البرازيل مش عايزه حاجات تضيع يعني كتير.
من غير نيمار البرازيل افضل الشكل من وجهه نظر كابتن خالد. الماتشين اللي جايين انا متوقع ده هو عنده على البنش جنبه وعلى الدكه جنبه اسماء يعني حاجه منتخب صعبه. آه بالظبط يعني ازاي هو ازاي اساسا جاله جرأه يقعد الناس دي على الدكه يعني لان عنده كم من اللعيبه كلهم كويسين طبعا يا بخت الاداره بالبرازيل. طب نروح نشوف المجموعه الخامسه نعدي بقى على بقيه المجموعات سريعا. الخامسه عندنا طبعا العمالقه اثنين من المنتخبات المرشحه اسبانيا والمانيا لكن اسبانيا في الصداره برصيد ثلاث نقاط من فوز عريض طبعا على كوستاريكا 7 اهداف ثم اليابان في المركز الثاني 3 نقاط بفوز مفاجئ على المانيا ثم المانيا في المركز الثالث وكوستاريكا في المركز الرابع بدون رصيد من نقاط. انا اشوف اسبانيا واليابان واليابان توقعتها منك من قبل ما تقولها اسبانيا واليابان شايف انه المانيا بعيد يعني مش مقنعين من خلال البدايه ولكن هم هيفوقوا طبعا اكتر من كده ولكن دوافع فرقه اليابان بعد فوزهم على فرقه المانيا في المباراه الاولى هتزيد بشكل كبير جدا ومش هيفرطوا في اللي هم وصلوا له. الكلاش الفاصل في المجموعه دي تتفق انه ماتش المانيا واسبانيا طبعا هو ده اللي هيحدد بشكل كبير بشكل كبير بنسبه كبيره. طيب نروح للمجموعه السادسه صح. المجموعه السادسه عندنا فيها بلجيكا كرواتيا وانا بتكلم على بلجيكا عايز اخد رايك في ماتش مصر وبلجيكا برضو سريعة جدا روي فيتوريا في مواجهه الكبار كرواتيا في المركز الثاني برصيد نقطه واحده من تعادل مع المغرب اللي بتشاركها نفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث ثم كندا بصفر من النقاط نتيجه خسارتها قدام بلجيكا وانا شفت المباراه دي كندا منتخب محترم جدا. مفيش منتخب ضعيف على فكره حتى المنتخبات اللي الواحد كان فاكر ان هي هتبقى بعيده حصاله لا 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 المنتخبات كلها قويه. انا كنت بقول لكابتن خالد في الفاصل تحس ان البطوله دي الفوارق دابت بالظبط الفوارق تلاشت بالظبط مفيش منتخب كبير مفيش منتخب صغير مفيش حاجه مضمونه يمكن المجموعه دي انا اتمنى بلجيكا والمغرب طيب نروح للمجموعه السابعه حبايبنا برازيل بقول لكابتن خالد برضو اتفقنا انه الناس دي بتلعب كره مختلفه يعني الكوكب كله بيلعب كره والبرازيل بيلعبوا كره في حته ثانيه خالص. البرازيل في المركز الاول 3 نقاط بالفوز على صربيا وصربيا منتخب برضو محترم جدا 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 ثم سويسرا في المركز الثاني بفوز على الكاميرون ثم الكاميرون في المركز الثالث وصربيا في الثالث والرابع يعني بصفر من النقاط صربيا والكاميرون. البرازيل كاميرون خذلتنا يعني مستوى بعيد. بعيد يعني انا كنت فاكر هنتفرج على مستوى احسن من كده بالنسبه لفرقه الكاميرون وبرده غانا يعني هم بس غانا افضل من الكاميرون شويه يعني غانا لعبت يعني غانا قدام البرتغال أدت. كانت ممكن بالظبط لكن الكاميرون لا كانوا بعيد احنا قلنا الكاميرون وسويسرا قلنا البرازيل والفرقه الرابعه مين صربيا يعني هتبقى ما بين صربيا وسويسرا ماشي نروح للمجموعه الاخيره الجروب اتش عندنا البرتغال كوريا الجنوبيه اوروغواي وغانا اوروغواي في الصداره 3 نقاط ثم كوريا الجنوبيه اوروغواي نقطه لكل واحده منهم ثم غانا 0 من النقاط يعني انا بشوف البرتغال واوروغواي يعني متابعة ممتعة ومستمتعين الحقيقة بكرنفال كروي بنستناه كل 4 سنين مرة لكن الحقيقة المرة دي كان يستحق ان احنا ننتظر الحقيقة يعني كل مرة بيبقى دور المجموعات الى حد ما تقليدي ما بتبقاش فيه مستويات الاداء في اعلى يعني مستوياتها لكن السنة دي اعتقد انها بطولة ممتعة نتمنى لكم الاستمتاع بيها واحنا مستمتعين ما ننساش طبعا ومش ممكن ننسى بكرة طبعا مواجهة مهمة جدا مع المقاولين في بطولة الكاس يهمني اسمع قبل ما اسمع راي كابتن خالد جدله في اهلي مارسيل كولر عايز اسمع سريعا جدا بما ان احنا اتكلمنا على بلجيكا في ظهور مصر امام بلجيكا ورايك في روي فيتوريا وشكل المنتخب في المباراه اللي اداها طبعا المباراه الوديه اللي انتهت بفوزنا 2-1 شكلنا كان كويس ونتيجه كانت كويسه يعني يمكن العرض برضو على فترات كنا كويسين ولكن يعني برضه هو مش هتبقى تجربه يقدر الواحد يقدر يقيم فيها منتخبنا بشكل كبير جدا لان مباراه وديه قبل كاس عالم لعيبه بلجيكا برضه لعبوها بشيء من عدم التركيز خايفين على رجليهم خايفين من الاصابات ولكن النتيجه طبعا كانت كويسه جدا بالنسبه لنا بس انا بتهيألي انه الحته دي انتهت بعد ما المنتخب المصري تقدم يعني بعد ما مصطفى محمد سجل الجول الاولاني بلجيكا حست انه يعني اتحركت شويه كبريائها جرح يعني احنا فابتدوا يتحركوا بدون فكره لا ابتدوا يلعبوا بقى يعني لازم كانوا يعني كانوا لازم
يرجعوا في النتيجة، وبالتالي ظهر منتخب بلجيكي بشكله. بس أدينا بشكل كويس. أيوة. ودي يعني يمكن سلمة نقدر نبني عليها في اللي جاي. أتمنى بإذن الله أن اللي جاي يكون أفضل بإذن الله بالنسبة لمنتخبنا يعني. طيب بما أنه ماتش بكرة في الكاس، خليني أقول لكم أنه مواجهة بين المصري والزمالك انتهت بفوز الزمالك 1-0، وكده الزمالك بيتأهل لمواجهة الفايز أعتقد ما بين بيراميدز والبنك الأهلي. يعني الكسبان بين بيراميدز والبنك الاهلي، ده مباراه بكره هتتلعب في نفس توقيت مباراه الاهلي والمقاولين. الكسبان من بيراميدز والبنك الاهلي هيواجه الزمالك، اما الكسبان من الاهلي والمقاولين هيقابل سموحه ان شاء الله باذن الله، وباذن الله يكون النادي الاهلي. يتكلم على ماتش بكره عوده بعد غياب واحد. اسال الاهلي مختلف في ايه السنه دي يا كابتن خالد؟ ما تقابلناش من اول الموسم. أيه. الاهلي قدم الحقيقه كولر قبل الاهلي قدم اوراق اعتماده ونجح في كسب ثقه الجمهور بشكل كبير، استعاد الاهلي جزء كبير جدا من رونقه ومن شخصيته ومن بريقه مع نتائج ايجابيه وعلامه كامله في مختلف المسابقات، سواء دوري ابطال سواء كالسوبر سواء دوري محلي. شفت الاهلي ازاي مع مارسيل كولر؟ لا الشكل افضل كتير جدا، النتائج احسن بشكل كبير جدا، زي ما انت قلت العلامه الكامله من كل المباريات اللي احنا لعبناها، وده الوضع الطبيعي اللي احنا متعودينه من لعيبه النادي الاهلي ومن فريق النادي الاهلي. مظبوط. بصمات كولر واضحه بشكل كبير، مدير فني عنده خبره كبيره، بصماته واضحه، قدر يحط لعيبه النادي الاهلي وياخد احسن مستوى عند كل واحد على المستوى الفردي، وازاي ان هو يجمعه على المستوى الجماعي. فشكل الفرقه اتغير، شكلنا بقينا نلعب كره جماعيه بشكل كبير جدا، على المستوى الفردي في لعيبه كتيره جدا مستواها اتحسن بشكل كبير جدا، واخص بالذكر كريم فؤاد. يمكن كريم فؤاد مثلا السنين اللي فاتت ما كانش بالصوره اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي، فانا شايف ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، ونتمنى بكره في ماتش بكره باذن الله مباراه الكاس ان احنا نكسبها عشان نقدر نواصل باذن الله في هذه البطوله ونكسبها باذن الله. كتير من اللعيبه بدات الموسم كانت مفاجاه بالنسبه لجمهور نادي الاهلي، حاجه ذكرت مثلا كريم فؤاد، احط انا مع كريم اكرم اللي مفيش استعاد رجع بسرعه فورمته، استعاد حيويته، استعاد جزء كبير من مستواه. متولي كان مفاجاه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي السنه دي، طاهر كان من الاسماء يمكن اللي تالقت بشده بدايه الموسم. هي قصه كانت قصه راحه بس، يعني فكره انه الفرقه ريحت بدري شويتين واول مره تاخد فتره اعداد وتاخد راحه سلبيه، فاللعيبه رجعت، ولا قصه فيها تفاصيل تانية الناس يمكن ما تعرفهاش؟ لا دي من احد الاسباب المهمه الراحه. ان اللعيبه استعادت شفاها بشكل كويس جدا، خدت فتره كويسه من الراحه وتم اعدادها بدنيا ونفسيا وفنيا وخططيا بشكل كويس. على المستوى الفردي هي دي بقى براعه المدير الفني، ان هو ازاي يطلع احسن حاجه من عند كل واحد من امكانياته. ده اللي شايفها ازاي يا كابتن خالد؟ لا انا عينين مارسيل كولر طبعا في تقييم القماشه وتوظيفها وانه يطلع احسن ما عندها يعني. لا عينيه كويسه جدا، وفعلا هو قدر يطلع احسن ما عند كل لعيب من امكانيات سواء هجوميه او دفاعيه، وازاي يوظفها على الشكل الجماعي بالنسبه لمستوى الفريق. فهو حط بصمته، وده باين زي ما قلت على المستوى الفردي بالنسبه للعيبه وعلى المستوى الجماعي بالنسبه للفرقه، والحمد لله على مستوى النتائج والبطولات. وبرده بطوله السوبر اللي احنا خدناها في الاول دي ادت دفعه طبعا كبيره جدا بالنسبه للعيبه وللجهاز، وادتهم ثقه. بس ده الطبيعي يا كابتن، ده الطبيعي. فاحنا نتمنى ان احنا نفضل ماشيين على هذا المنوال في مشوار الكاس والدوري باذن الله. ماتش بكره صعب يا كابتن خالد؟ طبعا صعب، يعني مفيش ماتش سهل دلوقتي. انا عارف صعب. طبعا بس يعني فكره انه انت تبقى ابتديت الموسم والعجله دارت والانسجام والتناغم وفكر المدير الفني واصل واللعيبه وصلت لمستويات جيده جدا في بدايه الموسم، فيجي فتره توقف ويجي اول طلعه بعدهم ماتش كاس، كل ده ما يزودش من يعني انا عارف ان كل مواجهات الاهلي صعبه في اي بطوله، في دوري، في كاس، في افريقيا، في مصر، في اي حته بتبقى المواجهه صعبه، لكن فكره التوقف نوعا ما الطويل وبعد كده ترجع في ماتش كاس في مواجهه المقاولين، وانت عارف ان المقاولين واحد من الفرق برضو الكبيره، كل ده ما يزودش من صعوبه مواجهه بكره؟ لا يزود طبعا. وبعدين مباراه الكاس غير مباراه الدوري، مباراه الكاس دي ليها حسابات تانية خالص طبعًا. لان انت ممكن تتسرق في دقيقه تطلع من بطوله. مظبوط. فمحتاجه تركيز، ومحتاجه ازاي سيناريو الماتش يتحط بشكل كويس جدا، محتاجه ان اللعيبه تكون في قمه تركيزها،
من ناحية حتى استثمار الفرص اللي جيلنا، لأن ممكن فرصة ما تعوضش تاني، الفرصة اللي تيجي لازم نجيبها جون، إزاي الحفاظ أن أنت تطلع كسبان عشان تقدر تواصل في هذه البطولة. هي دي الصعوبة دايما، بطولة الكاس غير بطولة الدوري، لأن ما فيهاش مجال للتعويض. الدوري لو أنت أخفقت في ماتش ممكن تعوضه، ولكن مسابقة كاس بتضيع منك بطولة. ما هي بتيجي من هنا الصعوبة. وفرقة المقاولين زي ما أنت قلت من الفرق اللي بتعرف تقف كويس وبتدافع كويس وتتمركز دفاعيا كويس، من هنا بتيجي صعوبة اللقاء. فبإذن الله أنا أتمنى أن بكرة في ماتش بكرة نجيب جون بدري عشان الدنيا الماتش يتفتح ويبقى سهل بالنسبة لنا. مستوى صعوبة الماتشات اللي خاضها النادي الأهلي في اختلاف مع اختلاف الظروف والمسابقات، يعني سواء مع في أفريقيا مع وصيف الدوري التونسي بره أرضك وجوه أرضك، سواء مع الزمالك المصري في الإمارات في السوبر، أو حتى هنا في الدوري مع الإسماعيلي وكده، كلها يمكن كانت ماتشات في غايه الصعوبه. ورغم كده نجح الاهلي في تحقيق العلامه الكامله زي ما اتفقنا على مستوى النتائج، لكن هل بتشوف انه، وده كان سؤالي الموسم اللي فات، السؤال اللي كان عند اغلب الجماهير، يعني هل تعامل او نجح مارسيل كولر في التعامل مع مشكله الفعاليه الهجوميه، فكره قدره ترجمتك عدد الفرص اللي انت بتخلقها او المرات اللي انت بتوصل فيها لمرمى الخصم عالجها بشكل ناجح، او بنسبه كام في الميه من وجهه نظر كابتن خالد؟ وايه اللي ناقص عشان الاهلي هجوميا يبقى يعني قوه ضربه زي ما بيقولوا؟ لا طبعا عالجها بشكل كبير جدا، يعني بشكل ناجح بشكل كبير جدا. واكبر دليل على كده ان احنا الحمد لله كل الماتشات اللي لعبناها تحت قيادته كسبناها. أي. مع فرق على مستوى الافريقي فرق جامده، على مستوى الدوري فرق جامده، فهو قدر يوجد الحلول الهجوميه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. تمام، ازاي نوصل للجون وازاي من اقصر طريق نقدر نوصل لمرمى المنافس ونقدر نهدف. يمكن الحاجه اللي ناقصانا بس شويه تسديد من خارج منطقه الجزاء، لان ده مهم جدا جدا جدا، بالذات في المباريات اللي هتلاقي الفرقه اللي قدامك بتتكتل دفاعيا قدامك، زي مثلا ماتش بكره. يعني دايما انت على المستوى المحلي سواء دوري او كاس، النادي الاهلي بيقابل صعوبه ان كل الفرق بتنزل تلعب جيم دفاعي بحت، ما لهمش اي طموح هجومي. من هنا بيجي بقى التكتلات الدفاعيه ازاي تتغلب عليها، سواء من على الاجناب، سواء الاختراق من على الاجناب، او الاختراق من العمق، او التسديد من خارج منطقه الجزاء. انا نفسي اشوف لعيبه النادي الاهلي بالذات لعيبه خط النص ازاي بيسددوا من خارج منطقه الجزاء، لان ده من احد الحلول اللي تخليك تتغلب على اي تكتل دفاعي. هو يمكن لو قرينا كده مع بعض معدل تسجيل اهداف بين رؤوس الحربة او لاعيبه الاطراف والقلب، هنلاقي انه مساهمه رؤوس الحربة اقل بكتير. هل القصه قصه مهاجم، ولا هل القصه، لانه طبعا المسؤول الاول قدام الجمهور اللي بيحاسب على فاتوره الاهداف هو المهاجم الصريح، سواء كان اللي لعبه كان شادي او شريف، دول اللي راهن عليهم مستر كولر بشكل اساسي. لكن نسبه اهداف دول مقارنه بالاطراف او لعيبه خط النص، يعني كريم فؤاد، حمدي فتحي، برونو سافيو، مش فاكر في حد تاني معاه، هم اللي مسجلين تقريبا العدد الاكبر من اهداف النادي الاهلي. شريف سجل وشادي سجل، لكن النسبه، هل دي مرتبطه بطريقه اللعب وفكر مستر كولر، ولا هل دي مرتبطه بفكره القدرات والامكانيات الخاصه بمركز راس الحربه في النادي الاهلي؟ لا، بطريقه اللعب وبخطه اللعب. ودايما النادي الاهلي دلوقتي اللعيبه بتاعه نص الملعب اللي بتيجي من الخلف للامام هي اللي بتبقى مش مراقبه، وعندها فرصه كبيره جدا ان هي تجيب اهداف. مش شرط راس الحربه دلوقتي مش زي زمان، لا، راس الحربه دلوقتي ممكن يتحرك عشان يخلق مساحه لاي حد من لعيبه خط النص يجي يقدر يحرز منها اهداف. راضي عن مستوى شادي وشريف اللي ظهروا بيه من بدايه الموسم لغايه دلوقتي بنسبه كام في الميه؟ بنسبه 60%. 60%. يعني لسه شويه. لسه شويه. لو بتدعم، تدعم مركز راس الحربه، ولا تدعم خط النص، ولا تدعم خط الدفاع؟ لا، راس الحرب. راس الحرب بس بدعم بلعيب مختلف في الامكانيات ومختلف في الاداء. تمام. يعني مش ما يبقى زي شريف وزي شادي. حاجه تانية، يبقى قوي، يبقى محطه، لان انت عندك لعيبه كتيره مهاريين بيجوا من نص الملعب، انت محتاج راس حربه تقدر تسند عليه اللعب وتقدر يبقى محطه، ازاي ان هو يخلق لك كمان مساحه للناس اللي جايه من نص الملعب. النموذج اللي بيعمل ده من وجهه نظر كابتن خالد، او عمل ده حتى في الاهلي قبل كده؟ يعني لا، التركيبه دي مش فاكرها،
يعني يمكن قديمه شوي. يعني نقول مثلا ايه مين يعني من جيل ايه؟ لا من جيل ال 2006 بقى و2008. فلافيو مثلا. فلافيو مثلا. احنا عايزين مثلا حاجه افريقي محترم سريع قوي يقدر طيب ماتش يقدر بكرة. يحرز اهداف من داخل منطقه الجزاء. ماتش بكره الغيابات اللي ممكن تكون اكيده غياب متولي وغياب معلول، والاثنين كانوا عناصر اساسيه في كل الماتشات اللي لعبها الاهلي في من بدايه الموسم لغايه قبل التوقف مباشره. الافضل والانسب من وجهه نظر كابتن خالد ان هم يشغلوا المركزين دول في مباراه بكره. والله اي حد موجود يعني هتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي لما حد بيغيب اي حد بيلعب بيلبس الفانيلا. بالتاكيد ليك وجهه نظر يعني مين انسب انه يؤدي الدور في الحته دي. انا يعني متاكد ان سكواد الاهلي كلهم نجوم وعلى اعلى مستوى، بس من وجهه نظرك مين بكره تراهن عليه او تتمنى انه مستر كولر يديله فرصه في يعني هو اللي موجود في ناحيه الشمال اللي ممكن يلعب؟ ممكن محمد اشرف، ممكن رأفت خليل، وايمن اشرف. ايمن مسافر عشان التاهيل. بالظبط. لا يبقى فرصه متهيألي محمد اشرف، ممكن كوكا برضه. لا ممكن محمد اشرف فرصته تكون اكتر. وفي قلب الدفاع، في قلب الدفاع عندنا ناس كتير برضه. يعني اي حد هيكون موجود هيأدي بشكل كويس. اتمنى التوفيق للاهلي بكره ان شاء الله، عوده النشاط مره ثانيه. ما صدقنا بدانا الموسم ثم التوقف، لكن الاهلي بيرجع يستأنف مشواره بكره في بطوله الكاس مره ثانيه. كل التوفيق لرجالتنا. وبلغوني دلوقتي الدنمارك اتعادلت مع فرنسا بعد فرنسا ما كانت متقدمه 1-0، الدنمارك احرزت هدف التعادل 1-1. 1-1. مشاهده ومتابعه ممتعه لكاس العالم. كابتن خالد نورتنا وشرفتنا. الله يخليك يا احمد. عودتك بعد غياب معانا شيء يسعدنا دايما. شكرا. ده انا اللي سعيد بوجودي معاك. شكرا. نورت الدنيا. شكرا كابتن خالد. شكرا لحضرتك وشكرا ليكم على المتابعه. بكره ان شاء الله نتابع ماتش المقاولين، ومن الاثنين نرجع نقابلكم مره ثانيه في السادسه. تحياتي ليكم.